عشت عمري بستنى واتمنى الفرقة عليا صعبة وزي الدارة شوقي وانا عامل لو غمض عيني واصحى الاقي هنا لانه ماني قدراني ارد عليك. اوف اخي لانه ما بدي ارد عليك منيح. نعم طيب خليك عندك 10 دقائق وبشي. مرحبا. اهلين. بس بدي اسالك ليش هيك معصبك هالقد؟ يعني بحياتي ما شفتها هيك معصبه لهالدرجه. شو بيعرفني؟ ظاهر قررت تترك خطيبه. ليش امتى خطبوا؟ لا هني ما خطبوا بس كان في هيك نيه بس الظاهر انه ما زبط الموضوع. عن اذنك. هني سلاف هي علاقات انسانيه لك مو معقول تنحسب هيك. هي مو اسمها علاقات انسانيه، هي دفاتر عتيقه وانا ما عاد بدي. بدك اختي اعتبريها شو ما بدك بس انا بحبك وحابب كفي معك وما قلت توقفي مشروعنا بس لمجرد شك. لك حاجه تقول شك؟ هذا مو شك، انا متاكده من هلا. الله يخليك، انت من طريق وانا من طريق. طيب خلينا ندافع عن حبنا سوا، مو معقول تكوني انانيه لهي الدرجه. انا انانيه حبيبي؟ الك علاقه فيني شيء؟ هي اسمها خيانه وانا ما بقدر، ما عاد بدي. طيب انا غلطت، انا غلطت بس اذا الواحد غلط الثاني بيسامح. ما بدي سامح، شو بدك فيني؟ خلص اتركني، انت بطريق من طريق، لا تورجيني وش لا تتصل فيني. سلاف بس لحظه شوي، خلينا عادي فاهم. لك سلاف بسرعه. يا اجمل ملك انا وتجيني لابوسك بعيني وطفي حنيني اللي دايب معاك. لا عن جد هي صبيه ظريفه بس مسكينه ما لها حظ. هذا اللي انا كنت بدي اقول لك اياه. يعني أنا من زمان كتير هي بتلفت لي نظري وحابب هيك يصير شيء بيناتنا بس ما كنت عم بسترجي أعبر عن هالموضوع وأنت قلتي لي إنها مرتبطة بقى يعني. صحيح بس أنا بعتقد إنه هلأ تغير الظرف. يعني هذا حسب حدسيها، هي ما قالت لي شيء بس يعني صار لهم فترة مو كتير مو مرتاحين. ليش؟ الصراحة هو بيلعب بديله بس على الأقل سلاف بتعرف. لا شو هالحكي؟ شو يلعب بديله ما يلعب بديله؟ لا ما بصير هالحكي بنوب، بعدين سلاف ما شاء الله عنا يعني ما بتستاهل. على كل حال انت تريس. لا طبعا ولو اكيد طبعا. شو يعني وحدة طالعة من علاقة اكيد بدها فترة هيك لحتى تتوازن ترجع هيك تركز امورها. بس ما قلتي لي هي يعني قديش عمرها تقريبا؟ ناسبة مناسبة لك يعني 26 27 سنة. مرحبا هيما. خالصة؟ أهلين. خير شو بك؟ في شي؟ ما في شي بس إذا خالصة خلينا نروح نمشي. طيب بس فهميني شو في؟ ما في شي، تركت أنا وياها. حبيبتي ليش قاهرة حالك كل هالقهرة؟ من حظي المعتر. هلا شو بحظك؟ أيهم ما خبى عنك شيء، ووائل حكى لك كل شيء بيتعلق بأيهم، وأنتي بالأخير قررتي تفوتي بهالعلاقة. إيه وظرف هالعلاقة ما ناسبني. إيه ماشي أوكي، ما ناسبك ما في مشكلة، بس لازم تعرفي إنه ما في حدا مفصل عليكي تفصيل، شوي منك وشوي منه لحتى تلتقوا، بعدين دخيلك على شو قاهرة حالك؟ ما في شيء محرز يعني. هي صار لي سنة كاملة معه وما اشتكيت من شيء، بس هذا الموضوع بالذات يا اختي ما بيتمرق معي، ما بيتمرق، ما بينغفر، عندي حساسية منه. والتأخير عندك حساسية منه، والدلقة على العالم عندك حساسية منها، عدي لي شي شغلة وحدة بس ما عندك حساسية منها. على كلٍ، هذا قرارك وأنتِ مسؤولة عنه. لك أنا مسؤولة عنه، أنا أخذت القرار وأنا مسؤولة عنه، بس هي سنة، لك الواحد ما بيزعل، ما بتنكسر روحه، قولي لي. لك كان كل شيء صبحي وظهري ومسائي. طولي بالك روقي. لك اختي كل واحد هو وحظه.
مو مشكلة. اصلا انا ما عندي مشكلة انه يروح، بس انا ما فيني ضل حالي. انت عم تفهمي علي؟ انا فكرة الوحدة بتجنني بتجنني. مرحبا. اهلين، كيفو القمر؟ لا تقولي لي تاركك لدراستك. ايه انت تاركني، بس الست سلاف مو تاركتني. مشان اي همها؟ شو عرفك؟ حكالي. شو نسيت اني انا كنت سبب التعارف؟ نسيت. اي والله حيرتنا، لا الصريح مشي معها ولا الكذاب مشي معها. شو بدها؟ شو بلشت تعمل سهر؟ لك لا مو هيك، بس انا عن جد حاب اطمن عليها. هذا الشيء مو منيح لإلها. لك هلا هي مو قربت على 27، كل القصة انا خايفة تعنس. معقولة انتي؟ شو تعنس ما تعنس؟ شو هالحكي هاد؟ بنت مثل الفلة، بس ما عم تفهم انه الحياة قبول ورضا، تنازل. سلاف ما بتتنازل. ايه معناته هي عم بتمل وهي حابة تبدل. ايه لا وائل، مو معقول كمان تحكي عن سلاف هيك، يعني كمان هي اختي بالاخير. شو شوي تانية رح تطلعها. لك لا، شو عم تحكي انتي؟ انتي بتعرفي قديش انا بحبها لسلاف، بس الناس الون الظاهر وبيحق لهم يفسروا مثل ما بدهم. ايه خلي الناس تلتهب همومها، ما حدا على راسه ريشه. مو هون المشكله، المشكله انه نسبب الاسباب ونبكي على النتائج. شو بدك يعني؟ ايها من نطوه من وحده لوحده وهي تقعد تتفرج عليه. هلا هذا الحكي صار متاخر، بعدين انا بعرفه لايها معقلان وحاطط عقل الرحمن براسه. متخيلك مو بعيده ترجع حليمه لعادتها القديمه. هيما شو بك؟ انا ما عم حمل سلاف المسؤوليه، بس في واقع لازم ينحكى فيه. بعدين سلاف بالغة راشدة ومستقلة. خلصت؟ إذا بدك خلص بخلص. إيه خلص. إيه خلصت. إيه تفضل ناكل. إيه حاضر. شو؟ مين رجعتني على البيت؟ مو على أساس عازمني؟ ولا زعلت؟ شفتي إنك بتستعجلي؟ قومي روحي عيطي لسلاف خلينا نطلع نتغدى سوا. يلا يلا يا مرا. شهريار افندي حاضر. لكن بس انتي بتقمعيني رملاً. يا سلاف. سلاف يلا قومي امشي، دكي جينزك وامشي، او بلا جينز خليكي بجامتك. يلا يعني شو لطعمي قعدتك هون؟ يعني شو رح تستفيدي؟ مو بدك علاقة؟ العلاقة برا مو هون. يلا يلا وائل ناطرنا، بعدين مو حلوة هو اللي اقترح يواسيكي. ليش شو عرفه وائل؟ ايه علينا سلاف، نحن بشو انتي بشو؟ يلا قومي. ايه انت التاني، انت وزمورك. اذا بدي اتركه لوائل شي يوم اعرفي انه من زموره. يلا قومي خلصيني سابقتك. مرحبا صبايا. اهلين استاذ فراس. باعتبار اليوم جاي بسيارتي، بقى قلت لحالي يعني شو رايكم وصلكم معي احسن ما تتشنطط باص المؤسسه، شو رايكم؟ ما في مانع، بس يعني انا اعذروني، انا معزومه على تبوله لعند سعاد. بس ممكن يعني تاخذ سلاف. لا لا شكرا، بدي انزل بالباص. على شو دخيلك؟ روحي مع الاستاذ فراس. ما مو مشان شيء، بس بدي انزل مع الزملاء. الله يسامحك، ليش فراس مانو زميل؟ سيدي على كل حال انت نزل حمي السيارة، واذا غيرت رأيها ننزل كلنا معك. طيب ماشي، يعني اذا غيرتوا رأيكم انا ناطركم بالسيارة بالاذن. ليش هيك؟ بدك شبكي؟ مو شايف الرجال قديش عم يتقرب لك؟ هاي فرصة فرصة فرصة. شو دخيله؟ سلاف لا تخلي حالتك النفسية تأثر عليكي. على كل يمكن تكون فرصة لتقولي له خلص وقف عندك. لك مو كنتي انتي تقولي لي عنه شو أنيق ومهذب ووسيم، وبالنتيجة الدنيا هيك يعني قبول ورضا. يعني انتي شو رأيك؟ رأيي؟ وليكي؟
أنا لا عم شجعك ولا عم زكي، بالنتيجة هذا قرارك، أنت حرة فيه. بس إذا بدك رأيي روح انزلي معه. وأنت لك شبكي في ألف حجة اخترع، روحي تيسري بقى. طيب هل هو بيعرف شي عن أيهام؟ أيهام؟ لا اطمني ما بيعرف شي، بيعرف إنكم خطبتوا وتركتوا ما تفهمتوا. أي منيح اللي قلتي لي، مشان أعرف يعني شو بدي أحكي أنا وياه. طب يلا دقيقة. ظابطة هيك أنا؟ ظابطة بتجنني. يلا بقى. يلا باي. دعيلي موفقة. ليه؟ تفضلي. مرحبا. يا هلا. كيفك؟ هلا صرت منيح، كيفك؟ منيحة. يلا شو؟ حتلف الكرة الأرضية صير ببيتي؟ لا بس ناطر نهى وسعاد مشان ينزلوا، قلت لحالي بعدين بشغل. ما هلا نهى قالت لك إنه بدها تروح تاكل تبولة عند سعاد، وسعاد جوزها ما بيخليها تطلع مع حدا، بديها تطلع بسيارة الشغل لأنه بيغار عليها ما تواخذني. أما قصص الغيرة يا عم، أنا ما بطيق الغيرة بنوم. طب يلا نحكي على الطريق. ولا ما بتعرف تعمل شغلتين سوا؟ لا بعرف شو. بتعرفي انا يعني هيك حابب فات هيك وصار هيك. انا يعني كيف بدي اقول لك، بعرف انه ما عندك وقت، ولذلك يعني بدي اقول لك انه انا من زمان معجب فيكي، معجب فيكي كثير. يعني لا مو معجب فيكي، لا يعني اكثر من معجب فيكي، انا يعني هيك حابك. هيك خبط لزق؟ لا مو خبط لزق. ليش خبط لزق؟ ما انا بعرفك من زمان، بعرفك من اكثر من 5 سنين. اختلفنا بس انه يعني ليش بعرف شو بدك تقول. ليش ما من زمان عملت هالخطوة؟ ليش ما من زمان صارحتك بهالموضوع؟ ما كنت جاهز، يعني ما كنت حاسس حالي انه لا نفسيا جاهز ولا حتى يعني هيك من باقي النواحي جاهز. انا نطرت لحتى قدرت رتب اموري، رتب وضعي. كنا رتبنا امورنا سوا. يعني هاد اللي صار، يعني ما بعرف، يعني انت مانك حاسة مثل ما انا حاسس؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني انا ما كتير بعرفك، يمكن لانه ماني حشرية. بس أنا بعرف عنك كل شيء، يعني هالشي بخليني حشري؟ لا لا عفواً عفواً، والله ما قصدي هيك. يعني أنا حابب إنه هيك يكون في نوع من التواصل بيناتنا، يعني الناس ما بيعرفوا بعضهم إلا إذا تواصلوا. ما بلا هالحكي مزبوط. من هون على اليمين. يقطع عمره، شو هالزمور هذا؟ العمش وسقيل. الحق علي أنا، بس ما كتير بشغل الغماز لأنه بتعطل بسرعة. يعني شو قلتي؟ يعني أنا اللي عندي حكيته، عرفتي كيف؟ يعني أنا حابك عرفتي كيف؟ بس معك حق، يعني انت هيك تتلبكي بس يعني بكره العلاقه هيك لحالها بتوضح كل شيء. ما هي انا هيك رايي، وانا هيك كمان. خلص يلا باي. باي باي باي، غدا نلتقي ان شاء الله. شكرا. باي. شو ما رحتي على الشغل؟ بلا رحت ورجعت، بس معلمي صرفني على بكير لأنه بكره عندي مادة. شو عدا ما بدا؟ فرحانة اليوم؟ والله ما في شيء، عشقانة بس. عشقانة؟ ايه حبيبتي عشقانة، بني آدم أنا ماني حيط، لازم حب وانحب، وين الغرابة بالموضوع؟ بعدين فراس صار له 2 سنين حاطط عينه علي. يا الله يسمعنا الأخبار الطيبة.
ولي رح موت من الجوع، شو عاملة؟ مرق فواز ابن عمتك جايب لنا شوية بيت بلدي ومونة، عم تساوي جوز مص. لكن شو من كان يكون؟ المهم آكل. يا ستي وصلني لهون وحكى عليك. يعني والله ما عم فهم عليكي. مو معقول. طولي بالك على حالك، خدي نفس، ريحي شوي، ما صار لك يومين ثلاثة تاركة، عدي مع حالك، عيدي حساباتك على القليلة. لك شلون بدي عيد حساباتي إذا ما كان في حدا عيد حساباتي معه؟ يعني شلون بدي أعرف إذا في راس ظريف ولا لا؟ إذا ما عملت علاقة أنا وياه. اعملي علاقة أنت وياه، حدا قال لك لا تعملي، بس يعني كونه زميلك بالشغل، خلوا شوي العلاقة يعني على الأقل العالم تبين زمالك وعرفيه وخليه يعرفك. بس المهم تعرفي أنت عن يعني شو فيكي تتنازلي كرماله. لك أنا مو مشكلتي بهالعالم إنه أفهمه، مشكلتي إنه هو اللي يفهمني. إيه بس حبيبتي الناس ما بتجي تفصيل على بعضها، أنتي سريعة باتخاذ قراراتك، فوراً إذا ما عجبك شي بالرجال. أيوة هاي تنظيرات السيد وائل، إنه شو يابا الحب تنازل. إيه كلي كلي. بس يعني ما قلتي ليش ما ضليتوا مع بعض كونه وصلك ووصلك وكرت لك كل شي بقلبه. يا ستي خجلت لك يا كركبته. حسيته دايب وفايت ب 600 حيط. بتعرفي كانه هالزلمه ظريف وخرج عشره. ايه الله يقدم لي فيه الخير. بقى على حسب راي اختي انه نحن عم نتسرع. انا برايي نحن ما عم نتسرع، بالعكس تمام. بتعرفي زمان كثير كنت بدي فاتحك بموضوعنا بس ما كنت قدران وظروفك ما كانت بتسمح، مع انه كل ما اشوفك كنت هيك اقول لحالي شو تقول؟ كنت اقول اكيد ما حدا رح يحب قدي. لا اذا هيك انا صرت بعذرك منيح، بس بدك تطول بالك علي شوي بس لحتى اختبر مشاعري. معك على كل يوم بكره هيك مع الوقت بجوز تكوني هيك. شرفت استاذي. شو تحبوا تشربوا؟ والله انا باخذ قهوه ساده. بعيوني. سلافة شو بتاخدي؟ قهوة. ولا أقول لك عصير، شو في عندكم فريش؟ في عنا ليمون، في أناناس، في بردان. ليه بردان بردان. تكرم عيني. إيه شو كنا عم نحكي؟ إيه كنت عم أقول إنه أنا يعني هيك حاسم مشاعري تجاهك. أنت بجوز تكوني إسا مترددة، مانك عارفانة شو بدك. رح أنتظر. ومن خلال هالعلاقة إذا حسيتي حالك مرتاحة ومبسوطة بتقلي لي وأنا بخبر أمي. نطلع لعندكم على الضيعة ونطلبك رسمي. ايه شو نطلبك رسمي هيك خبط لزق؟ لك مو خبط لزق يا سلافة، ما انا بحبك، انا حاسم اموري، الموضوع متوقف عليكي انت. انت شو بدك؟ انت رايدة انه تعا 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 تعا. عفوا خير استاذ. هدول شو هدول؟ عفوا استاذ هدول مع الطلب هيك بالعادة. اخي بالعادة ما بالعادة، انا ما بفهم. أنا لا طلبت مي مختومة ولا طلبت علبة محارم. الله يخليك بترجعون، ولا ما بتصدقوا تشوفوا واحد قاعد مع بنت إلا بتكون تخجلوه هيك وتخرفوه وتقنصوه. أمرك أستاذ. شيلهم من وشي وجيب لنا بدالهم كاستين مي عادي من الحنفية يعني. يلا. ما تفهميني غلط ها، عن جد مو مشان شي، بس بيتزنزل بدني لما حدا هيك بيحاول يستغلني أو يقنصني. لا فهماني عليك، بس تروق، ما في داعي تنزعل من القعدة. فشلوا ينزعوا لي مرائي ولا بيعلموا علي بالمرة. هاي هي سلاف ستي. المهم نتعرف على العديل، بلكي هالمرة ما بيكون موقت. شو يعني عم تستلمها لأختي هلا؟ لا والله انت بتعرف قديش بحب انه نكون جروب شلة. المهم نتعرف على قماشة الرجال لأنه سلاف مو ناقصة. ايه لا تخاف عليها، سلاف بتترك ما بتنترك. باي طيبة حط لي قطعة من عندك. خلص البوستي أنا أصلاً مكترين كتير. طبعاً بدنا يكتروا أحلاقهم ما يكتروا، يعني مو كرم أخلاق منهم. حق صحنك 200 ليرة بدنا يكتروا. عم أقول لحالي لأنه هذا بيطلع صينية بوزة، طنجرة بوزة بيطلع، هذا مو صحن بوزة. صحة وأنا يا أخي عفلت بالفريزات طيبين. إيه ستي شو أعمل؟ جيب أمي؟ شو بك سلاف؟ دغري على الخطبة؟ هل قد خايفة تعنسي؟ ماني خايفة عالناس، ليش هيك عم تحكي؟ شو بو يعني في راس؟
طيوب وظريف وجدي، بعدين جاهز. طيب ما اختلفنا، بس يعني اعطي لحالك فرصه 5-6 شهور تتعرفي عليه اكثر، بعدين ما بدك تعرفينا عليه. تعرفينا؟ ايه انا ووائل واحد، شو يعني؟ خلص بلا غلاظه، يلا عزيمه علي، امتى ما بدك وين ما بدك، بس انت قرري. ما في سخاء بالعادة بأي مطعم محترم، جات الفواكه بيجي هيك على القليل، في كثير يعني شغلات في. هلا التواليت كيف صار هيك يمكن ما؟ عن إذنكم شوي بس. بس أنا شايفته منيح جات الفواكه ولا لا؟ منيح، شو بدنا ناكله كلها؟ إذا الحسم 70% شو بدي أخصم لك كمان يا أستاذ؟ لك أعمل لك سكرة فيه مطعم يساوي لنا شبنة. والله صعب. طيب خلاص نفخته لقلبي، راح أخده. حلو ما؟ حلو إيه؟ ماشي، هات لشوف لحظة يكون معطوب في شي شغلة فيه. حط لنا يا بكيس زكاتة. خلاص اختي ما عاد بدي اياه، داخل ايه ضجت منه. شلون يعني ما بدك اياه وداخل ايك وضجتي منه؟ شو هيك الشغله لعبه؟ بيقولوا الكرم بغطي على 100 عله، على مليون عله. يا اختي هي هالعله بتتاقلمي معها؟ في حدا ما فيه عله؟ لكن بيروح على مصر وبيجيب لي هالشقفه القلابيه الجربانه، بقص ايدي اذا حقها بيطلع 10 جنيهات. لعمه شو انت؟ لك قله اغراض ممكن يجيب لي اياها من مصر؟ ما في سوق حره بالمطار؟ قلابيه؟ طيب ما فينا نقول عنه انه حريص واقتصادي ونقبل بهالصفه؟ لا ما فينا، البخل باب بفوت منه الواحد لللقم وللعصبيه وللكذب ولقله الواجب كمان. ايه 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 وين رحتي؟ حاج كبري بالموضوع، كنا بالبخل صرنا بميت قصه ثانيه. شو يعني وبعدين؟ والحل؟ بلا علاقه ما فيك تضلي ولا انك قدرانه. لك اشتهيت شي مره يعزمني على مطعم، اشتهيت يقترح له مشروع يكلفه 10 ليرات. لك تصوري؟ تصوري انه ما بيشعل الغماز مشان ما يهتري قبل عمره؟ ايه بس ادمي. لك حلي عنا يا ادمي. فالج لا تعالج. لا تقولي انت تعرفت على حدا تاني، لسه ما حلا تترك هذا. ايه تعرفت على حدا تاني. ما بتقدر. خلاص اختي بعرفه ما بتقدر. كيف ما بتقدر يعني؟ شو لك يعني كيف بتقدر تنسى؟ مين قال لك بتقدر تنسى؟ هي بتضل مقهوره من جوا وما بتنسى بنو. ايه صدقتك، بس على فكره حقها يعني، هي حره تصطفل، بس السمعه شو؟ قيم السمعه على جنب، البنت ما عم تتسلى يعني، هي اكثر حدا عم ينجرح من جوا بكل مره بتتعرف فيه على واحد وما بيطلع ظابط. هيك بنرجع على نفس القصه، الحب إنها تحب عيوب الآخر. بلشنا تنظير سوء لقلك. يعني أنا اللي عشقان مدام كوري مثلا؟ أكون مو عاجبة؟ لا عاجبني طبعا. إنه بس أنا بدي أعرف بشو غلطت؟ شو عملت؟ معقول هيك تقطعني فجأة؟ ما بعرف، ما بعرف يا أستاذ فراس. يعني هي صار لها غايبة 4-5 أيام، يعني ما حكينا. معقول ما تحكي لك أي شيء؟ طب ما قالت لك أي كلمة هيك عن الموضوع؟ طب أنت رفيقتها مستودع أسرارها، كان لازم تحكي لك. قالت لي، قالت إنه ما تفهمتوا. يعني كيف ما تفهمنا طب؟ طب تقول لك شو غلطت؟ تحكي لي بس هيك يعني، إلا إذا كان في شيء حدا دخل على الخط. رجاءً أستاذ فراس، هذا الموضوع شخصي، بس إنه تجي تقول لي إنه في حدا دخل على الخط، لا. إذا بتريد يعني، سلاف مو من هالنوع. بس انا الماضي تبعك ما بيعني لي وما بدي اسمعه. ما اختلفنا، بس انا بعرف انه كثير احيانا الماضي بيكون سبب بسوء فهم. يا سلاف يا حياتي، انا هذا الماضي ما بيعني لي بشيء، انا بالنسبه لي هذا الموضوع مسكر. طيب حبيبي طيب، انا كثير بيسرني انك تكون حاسم امرك بهالنتيجه. شبيك وين شردتي؟
بعرف، عم فكر انه والله خليني احكي لك نديم، والله بجوز تصير مشاكل. يا سلاف يا حياتي، انا هذا الموضوع بيزعجني وما بدي اسمعه. يعني انا الحمد لله انه امي دعيت لي لانه التقيت بمد بنتك، مو منشان شيء، بس لانك واضحه وصريحه. حبيبي شو هاد؟ لمين جايب كل الاكل؟ كلياتنا اثنين، حرام عليك. يا سلاف انا هيك بحب، يعني القصه مو الواحد يعبي المعده وبس، منظر الاكل كمان بشهي هيك. بتعرفي شو؟ أمي عادي محلي مشان هيك تاكلي براحتك. بتعرفي شو؟ خليني اسكب لك الهدول قبل ما يبردوا لاني طالب فروج على الفحم هيك مشان ما يبرد. جيب سيرتي بالعاطل من هلا ورايح، لسانه بدي اصله يا اهدي اهدي شوي. لكن انا من واحد لواحد، لك انا لقيت واحد مناسب وقلت لا. لك يا سلاف يا عمري، هذا راي الاخرين فينا، يعني هن ما هن حق. لك مو هيك، بس هن بيشوفونا من خلال تربايتهم. هن بلا تربايه هيك، ما تربايتهم هي تربايتنا، يعني عادات وتقاليد واعراف. ايه انا ماني مضطره ارد على حدا. تمام، بما انك مو مضطره لا تاكلي هم، يحكوا شو ما يحكوا خلاص يصطفلوا. لك بس هي صار اسمها قلة أدب، هذا شي صار بمس سمعتي. هلأ كل الناس فيها تعرف على العشائك؟ آه فاتتني هي والله. حبيبتي أنا ماني مضطرة أني أنزع حياتي بالارتباط مع واحد بخيل ولا نسونجي ولا مزاجي ولا تافه، ما فيني ما بقدر. صح، بس هالحكي إلو كمالي، يقولوا شو ما يقولوا صح؟ ايه، يعني انا شلون كنت بدي اعرف انه في راس بخيل لو ما عملت معه علاقه؟ شلون؟ يلي عم تحكيه صح، بس مو حق. يعني الوحده ممكن تتحمل شي صفه سيئه من صفات حبيبها؟ انا لا حبيبتي، انا اكل بحالي مقلب، انا شايفه حالي كامله مكمله وماني مستعده اتحمل ولا صفه سيئه باي حدا. ولا فيكي تضلي بلا حب، حليها بقى. خير حبيبي، في شيء؟ لا اله الا الله. تيسر تيسر حبيبي، امشي بطريقك تفضل. ليش هيك؟ شو ليش هيك؟ ما شايفتي شلون عم يتطلع؟ ايوه يتطلع. شو بدك تحط حجاب على عيون الناس؟ العين ما عليها سد يا نديم. حياتي انا ما بحب حدا يتطلع فيكي هيك، فهمتي؟ لك ليكي ليكي، شوفي شو جايب لي. قلت له بدي بلوزة، عم جاب لي ستة من نفس الموديل وكل الألوان. ايه شو بدك أحسن من هيك؟ ممتاز. بس شو بدي ساوي فيهم؟ هدي وزعي، بعتي لمرت أخوكي بالضيعة. لك ما حلوة، لازم يشوفني لابستهم. طيب البسيهم يلا منيح، مو أحسن من هداك المقنتين يلي ما بتطلع الليرة من جيبته. بس ما بعرف، شايفتلك يا كأنه بغار. ايه احلى، اذا بغار احلى. صغيرته هيك فيها نزق وعصبية. لا حبيبتي، هاي الغيرة دليل حب، يعني بحبك، لانه اذا ما غار عليكي معناته ما بحبك. هيك قولتك؟ انا هيك قولتي. شو بعرفني؟ حبيبي هذا مرض اسمه ادمان الاستهلاك، ما تستقل فيه. لا مرض استهلاك ولا شيء، على فكره منيح اني مرينا من هون. لازم اشتري كمبيوتر جديد في محل هذا بتعامل معه انا. اي يلا فوت معك. شو تفوتي معي؟ المحل ضيق وكله شباب. واذا سلاف بلا ما حدا منهم يطلع عليك تطليعه ما لها ظريفه ومقلق معه. لك هلا مين بده يطلع فيني نديم وانا فايته معك؟ حياتي القصه من شاني انا، مشان انا ما انزعج. خلص امسكي لقلك، في محل تياب هون، فوت اشتري اللي بدك اياه ولا اطلعي، بروح وبرجع على السريع. يلا. هلا هي لا تدخنها، بتتم تحكيش لي بالقصة لا تعمل لي منها قضية. شو هالحكي؟ إذا من هلا هيك عم يعاملها، لكان بكرة بس يتجوز وشو بيعمل؟ بيلبسها طاقية التخفي؟ كل الرجال بحسوا هيك وبيخبوا هالإحساس جواتهم، بس في رجال سبحان الله بيدخلوا الموضوع بالعرض والشرف، تقوم تفقس معهم على العنف، فهمتي؟ حلو،
يعني بكره بجوز يضربها معناته. لك لا لا تكبري الموضوع انت الثانيه. المرأة الفهيمة بتهذب أحاسيس الرجال وتصرفاته وأفكاره. شو يعني إنه الواحد يطلع عليكي؟ إيه لازم يقول سبحان الله. إيه بس المرأة بتحب إنه الواحد يغار عليها. هي علينا. إذا غرنا ما بنخلص، وإذا ما غرنا كمان ما بنخلص، إيش هي حزيرة؟ شوية تناغم، تناغم بين الطرفين والأمور بتزبط على التمام. أنا شايف إن الأمور ممكن تكون على خير. إن شاء الله. شو؟ أخرت عليكي؟ والله أنا آسف. برافو، جديدة هي والله. روح عمو أحي روح. يا أخي مزدائمون بيناتنا، لح يا أمان. لك ماما روح من هون عم أقول لك، الله يرضى عليك، روح. لا 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 مو هيك. لك عم اقول لك نقلع من هون العمى. لك ما عملت شيء، لك اتركني، لك اتركني. لا لا شو بك؟ انا بخرجيك. لك نديمه، نديمه ان شاء الله. ولك فضح ابنك اتركه نديم. لك اتركه. لك حيوان انت قليل الادب حقير. بدنا اذا بتريد قطعتين جاتو وفنجانين كاكاو. كاكاو ما هي؟ اه ايه قديش حقها؟ ايه حبيبي ماشي كاكاو بس حبيبي ليش البهزقه يعني ما في داعي للقطعتين جاتو ايه قطعه واحده بتكفي انا باكل بس نص قطعه طيب جيب لنا قطعه جاتو واحده على شوكولا اذا بتريد وفنجانين كاكاو لا تطول علينا يقدرني يا لطيف يا هيما يا لطيف يعني شو ما حكيت لك ما رح تصدقي تقولي هالزلمه في جواته وحش وطلع فعلا غريب اللي باين عليه الزلمه اكابري ورايه مع اني قلت له فوت معك لجوا على محل الكمبيوتر يشوفوني اثنين ثلاثه من الرجال قاعدين جوا احسن ما اوقف بالشارع تشوفني كل العالم قال لا المهم ما اكون موجود هيك اريح لراسي هو اهلين نديم اهلين حبيبتي شو عامله قاعده بالبيت ولا خرج نطلع لا حبيبي ما خرج اليوم غاسله ومعزله وتعبانه كثير بركي ايه كثير منيح اصبح رح اجيب اكل واجي لعندكم اوكي بس هيك بتلتغى طلعت المساء لك تلتغى دخيلك المهم نشوف بعض نحن وبلا تطلع كليات اسمعي لاقول لك خلينا الصعب يكون عندك ماشي يلا سلام اجته من الله يا مخلوقه صاير ما عم بيحب يطلع معي تقولي بيستحي فيني طب أنا بدي أسألك سؤال حطي حالك محله يعني إذا كنتي شي مرة ماشي أنت وياه وشي واحدة حطت عينها عليه أو طلعت فيه شو كنتي بتعملي؟ الله يسامحك يعني لمين زائق كل هالأكل؟ كلنا على بعضنا ثلاثة لك يا أم السوس النفس بتشتهي خلينا ناكل لننفسر شو فيها الدنيا كيفك هيما؟ أنا ليه؟ تمام الحمد لله كيفك أنت؟ تمام ثواني بس لغير تيابي ولا يهمك خير رح جيب السكين كنت عم بسمع الرنة اللي حطيتي لي اياها هي لالي خصوصي؟ ايه لك ومين بعت لك اياها؟ ما بعرف شي واحد طلبتها منه شي واحد ومين هذا سامر برقاوي؟ واحد رفيقنا بالشغل حلو وهي ديليت وهذا مين اسماعيل مداح؟ يلا كمان هي ديليت هات لهون شو ديليت ما ديليت؟ انت شو عم تساوي؟ شلون هيك بتبحبش بموبايلي؟ بتاخذ اذن بالاول شبك سلاف؟ هذا اقل حق من حقوقي بالله عن جد حق من حقوقك هذا اسمه تطفل وحشريه وقلة ذوق قوم لشوف خذك لا تكون صرف انا ما بينحكى معي هيك وانا ما بتفتش بموبايلي كانه عملت لي شيء عمله شرف اللي على برا عم اقول لك مالي معزايه تشتريها خذ اغراضك معك يا سلاف هذا الكلام ما بصير انت حبيبتي وهذا الشيء من حقي الطبيعي وانا هيك ما بيناسبني لساتنا على البر شرف الله معك ماشي الحال ايه
أهلين سلاف. كمان؟ لك شبك يا بنتي شبك؟ هلأ رح تقضي لي إياها إجازات مرضية عاطفية؟ شو قصتك؟ أيوة خلص خلصنا، ما بدي أفهم. فهمت عليكي، في خصلة ما تحملتيها، الله معه غيره. بس لا تقولي بكرة الناس عم تحكي علي. أنا ما بدي زيد عليكي، روحي هلأ، روحي ارتاحي، بعدين نحكي، نشوف لوين بدنا نوصل. الله معك، باي. أنا مو عادة وائل، بس ماني قدراني روح وأتركك بهالحالة. يا الله يا هيما، وقت كان يحكي كان كلامه ينقط مثل العسل. ما بتصدقي شو كان يعرف يحسسني بأنوثتي وبجمالي. والله ماني عارفاني شو بدي لك يا سلاف. يعني حبيبتي الوحدة فينا لازم تتحمل لها شي علة بالشخص، قلت ما بتحملوا منها هني. لك حاسة إني مليانة حب وعواطف ومشاعر وحنان، بس لمين؟ ما بعرف. هي صفت مشكلتك أنتي، يعني أنتي لازم تأقلمي مع حالك وتحلي مشاكلك مع حالك بالأول. خايفة تكبري وخايفة تعنسي وتضلك وحيدة، وبنفس الوقت ما بتغضي نظر عن علة بسيطة بشخص عم تقابليه، وهيك ما بيصير. يا بدك تساعديه تجاوزها، يا بدك تقبليها مثل ما هي، ولا شو؟ شو يعني هلأ روح ولا لا؟ روحي حبيبتي روحي، انبسطي عني وعنك، والله فرحانت لك من كل قلبي. طيب يعني ما حلك تتعودي؟ خلاص مو آخرة الدنيا. شو يعني؟ مرحبا. أهلين. عفوا بالله، بس مين منكم الأستاذ سلاف؟ طبعا الحلوة بيناتنا. لا فيكم البركة، ما شاء الله انتم تنتين حلوين منورين. انا حضرتك مين؟ انا كنان. بعتي لعندك الاستاذ طاهر مشان هدول. الاستاذ طاهر المدير المالي ولا؟ لا الاستاذ طاهر قريبك. طب تفضل تفضل. طيب انا عن اذنكم. الله معك. طبعا جاهزين، فيك تبعتي حدا ياخذهم المساء. المهم هلا كيف سلاف؟ كيف شايفتي لي اياها؟ رايقه؟ يعني انا هلا يبدو لي انه بدها تروق، بس هي تهدي شوي. لا يعني ما تستعجل، ايه تروح تسكر على حالها وتروق اعصابها وتراجع طريقه حياتها وافكارها. ليش صاير شيء مع كنا؟ ليش حكيت لك؟ انا بالعاده بتحكي لي ما بتخبي عني، بس هالمرة يعني شافتني انه شيء، انه ذكرت لي كنان، مليت وداخلي من القصة نفسها كل مرة، اما بقى حكيت. لا بس هيك بتكوني خجلتيها، يعني بالنهاية مو هي السبب. ايه مو بايدها، ما اختلفنا، بس هذا رأيك انتي، العالم هيك عم تحكي؟ ما بعرف شو بعرفني، المهم ان شاء الله يطلع حظها منيح هالمرة. يا رب يا رب تنفك عقدتها لسلاف. ستي وصينا.
حبيبي هلا انا ما فهمت عليك انه يعني بدنا نسكن هون بفيلا ولا بشقه الضاحيه؟ نسكن؟ اي نسكن. حبيبتي هون ولا شقه الضاحيه الاثنين تحت تصرفك. لا اسمع لقلك اذا انا بدي قرر لحالي ما بيناسبني، من هلا ورايح كل شيء بده يكون بيناتنا قرار مشترك. لا لحظه، يعني كانه انا ما عم بفهم عليكي، يعني قصدك انه نسكن يعني نتجوز ونعيش سوا وهيك؟ ايه هيك، لكن شو مفكر؟ لا حبيبتي يعني بس هيك على ما يبدو صار في سوء تفاهم او مشكله، يعني شبنا هيك مو مبسوطين؟ بلا حبيبي مبسوطين، إيه بس شو بدنا نضل هيك؟ بعدين تعال شوف، ما يكون عندك اعتراض علي كزوجة. لا لا ابدا ابدا حبيبتي، بالعكس يعني انا بحبك، بحبك من جواتي، بس انا ما بدي اتجوز. نعم شو ما بدك تتجوز؟ مفكر بنات العالم لعبة يعني؟ لا يا سلاف لا، مو هذا القصد، انا بحبك يعني بحبك عن جد، بس يعني ما في داعي تصغري الامور وتوصيها للزواج، يعني انا مو هيك. وانا ما فيني ضل هيك، انا من حقي اني اتجوز ويصير عندي اسره واستقرار وبيت واولاد. لا على ما يبدو انا مقصر معك بالشرح. طيب حبيبتي انا بدي حب، يعني بدي حب، انا بصراحه ماني مستعد اقبل هذا الحب بعلاقه زواج مصيرها الفشل. ليك كيف عم يحكي؟ شو مصيرها الفشل؟ انت ليش هيك عم تستبق الامور؟ سلاف ارجوكي انا بحبك وبموت فيكي وعليكي، بس زواج سوري ليش؟ ليش؟